نشرة مفصلة من الميادين، أهلا بكم. وفي عناوينها: بعد إطلاق النار عليه، حالة رئيس الوزراء الياباني السابق توصف بالخطيرة، وواشنطن تبدي قلقها العميق من جراء الحادثة. في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي، لافروف يتهم الغرب بشن حملة مسعورة ضد بلاده، ويؤكد أن موسكو لن تسعى خلف واشنطن لإجراء محادثات. بعد استقالة جونسون من قيادة المحافظين، بدء عملية الترشيح للفوز بالمنصب، وواشنطن تؤكد مواصلة التعاون مع لندن. احنا يا اخي مش عدونا لا ايران ولا عدونا تركيا ولا عدونا حدا. أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب للميادين: إيران وتركيا ليستا عدوتين لنا، ولدينا ضمانات بعدم ذهاب السعودية إلى التطبيع، وعباس يلتقي جانس في رام الله. إلى صعيد عرفة، حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن رئيس الحكومة السابق شينزو آبي في حالة خطيرة، واصفا إطلاق النار عليه بأنه تصرف لا يغتفر. آبي كان قد تعرض لإطلاق نار أثناء حملة انتخابية في مدينة نارا غرب البلاد، وقالت وسائل إعلام إن آبي يبدو أنه يعاني من توقف وظيفة القلب والجهاز التنفسي. من جهتها، أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن إطلاق الرصاص على آبي جرى ببندقية من الخلف، فيما جرى اعتقال مطلق النار. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عبر عما وصفه بالقلق العميق بعد الهجوم الذي استهدف رئيس الوزراء الياباني السابق، وخلال لقائه نظيرته الأندونيسية على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي، قال بلينكين إنها لحظة حزينة جدا ومقلقة جدا. اجتماع بالي بدأ فعالياته بدعوة من أندونيسيا إلى إيجاد سبل للمضي قدما وإنهاء الحرب في أوكرانيا على نحو عاجل. وفي كلمة خلال افتتاح اجتماع وزراء خارجية المجموعة في بالي، قالت وزيرة الخارجية الأندونيسية إن من مسؤولية الدول الأعضاء تسوية الخلافات على طاولة المفاوضات لا في ساحة المعركة، وأشارت إلى أن التعددية هي الطريقة الوحيدة لمواجهة التحديات العالمية، وأعربت عن أملها في أن يوفر المنتدى وسيلة لمعالجة تداعيات الحرب التي تنتشر في جميع أنحاء العالم. وعلى هامش اجتماع العشرين، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو لن تجري وراء واشنطن لإجراء محادثات معها، وأشار إلى أن روسيا ليست هي من تخلى عن الاتصال بل الولايات المتحدة. لافروف رأى أن دول الغرب، وبدلا من مناقشة المشاكل الاقتصادية، انجرفت إلى إطلاق انتقادات مسعورة ضد روسيا، ولفت إلى أنه إذا أرادت الدول الغربية هزم روسيا في ساحة المعركة فليس هناك ما يمكن التحدث عنه معها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أنه إذا أراد الغرب هزم روسيا في ساحة المعركة فليحاول. وفي كلمة لقادة برلمانيين روس، أشار بوتين إلى أن بلاده لم تبدأ حتى الآن الأمور الجدية في أوكرانيا، وشدد في الوقت ذاته على أن موسكو ستظل منفتحة على المفاوضات مع كييف. اليوم نسمع أنهم يريدون أن يلحقوا بنا الهزيمة في ساحة المعركة، ماذا نقول؟ فليحاولوا، وعلى كل طرف أن يعلم أننا لم نبدأ بعد الأمور الجدية في أوكرانيا، لكن في الوقت نفسه لا نرفض مفاوضات السلام، ولكن على من يرفضونها أن يعلموا أنه كلما طال رفضهم هذا بات التفاوض معنا أكثر صعوبة بالنسبة إليهم. إن معظم الدول لا تريد اتباع النموذج الغربي للليبرالية الشمولية والمعايير المزدوجة المنافقة، والناس في معظم الدول لا يريدون أيضا مثل هذه الحياة والمستقبل، فهم سئموا من الخنوع وإذلال أنفسهم أمام الذين يعتبرون أنفسهم استثنائيين. ربما من أبرز ما كشفته الأزمة الدولية اليوم انهيار الأعراف الدبلوماسية لدى قادة الغرب الأطلسي وفقدان كثيرين منهم الأخلاق الدبلوماسية. أمثلة كثيرة على ذلك، آخرها تسريب للإليزي. فاطمة قاسم.
ليس من المبالغة أن نصف ما نراه الآن على المسرح العالمي بالانقلاب على الأدوات الدبلوماسية والمؤسسات في النظام الدولي القائم. مشاهد كثيرة جعلت من المشروع السؤال عما إذا كان نمط خرق الأعراف يمثل تطوراً لأجيال العمل الدبلوماسي وخروجاً من سياقات التقليد الدبلوماسي في عالم الفوضى اليوم مع غياب رجالات الدولة. نشر تفاصيل المكالمة الهاتفية الأخيرة بين بوتين وماكرون قبل بدء العملية العسكرية في أوكرانيا بأربعة أيام من أبرز تجليات نهج مخالفة القواعد والأعراف الدبلوماسية لدى قادة الغرب الأطلسي الذي كشفته الأزمة الدولية. رئيس أوروبا والحرب، الوثائقي الذي بثته القناة الثانية في التلفزيون الفرنسي مثل حدثا فريدا من نوعه، إذ إن الخلية الدبلوماسية في قصر الإليزي سمحت لكاميرا مخرج الفيلم بتسجيل الاتصالات السرية التي كان يجريها ماكرون مع بوتين وقادة دول الاتحاد الأوروبي ونشرها. ذهبت الدبلوماسية الروسية إلى وصف هذا التسريب بأنه انتهاك للبروتوكول الدبلوماسي، واعتبرت ما حصل مثالاً على حقيقة الطريقة التي يفهمون بها كلمة دبلوماسية. يراد من الوثائقي خدش الصورة التي تلتقطها عيون الناس لبوتين، ولا سيما مع مشهد يحذر فيه أحد مستشاري ماكرون مخرج الفيلم من أن بوتين دائم الكذب، في مقابل حرص المخرج على تقديم صورة إيجابية عن ماكرون وإظهاره بمظهر الدبلوماسي الحازم الساعي لمنع الرئيس الروسي من خوض الحرب ضد أوكرانيا. في العادة لا يكون إجراء المكالمات الهاتفية بين القادة والرؤساء أمراً عشوائياً، لذلك اشتراطات صارمة، فلا يفترض أن يتم الإعلان عن تلك المكالمات الخاصة خارج ما يتفق عليه أو مشاركتها مع شخص على الإطلاق، ذلك مأزق ماكرون. أما حال حلفائه فلا تقل سوءا ودفعا بالأخلاق الدبلوماسية نحو الهاوية، لطالما سعت واشنطن ووراءها الغرب لضرب تقاليد العمل الدبلوماسي لصياغة المشهد الدولي المتغير. عن استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال وزير الخارجية الروسي إن الكل تحدث عن عزل روسيا وفي النهاية حزب جونسون عزله هو شخصيا. البيت الأبيض بدوره أعلن أن علاقة واشنطن بلندن لا تزال قوية وأن الاستقالة لن تؤثر في استمرار عمل الناتو بدعم أوكرانيا. تحالفنا مع المملكة المتحدة لا يزال قويا وستستمر علاقتنا الخاصة ولن تتغير. ليس هذا فقط، لقد رأيت توسعا محتملا لحلف الناتو مع دولتين إضافيتين، وهو أمر مهم عمل الرئيس عليه بجد خلال الأشهر العديدة الماضية. وهكذا فإن كل ما نراه حاليا من توحيد للناتو جرى بفضل قيادة الرئيس بايدن، ولا أعتقد أن هذا الأمر سيتغير على الإطلاق. أعلن النائب البريطاني المحافظ ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان توم تونغاند هات عزمه خوض المعركة لخلافة بوريس جونسون في منصب رئيس الوزراء البريطاني. وقال في مقال له نشرته صحيفة ديلي تليغراف إنه يريد إنشاء تحالف واسع من أجل بداية جديدة لبريطانيا. وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن أعضاء حزب المحافظين يعتزمون تعيين رئيس وزراء جديد بحلول أوائل أيلول سبتمبر المقبل. طويت صفحة بوريس جونسون السياسية، وأخيرا قرر الاستقالة من منصبه بعدما تمت محاصرته باستقالات وزارية لم تحصل من قبل في التاريخ البريطاني. جونسون الذي تمسك بالسلطة استنادا إلى تفويض 14 مليون بريطاني حصل عليها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، قرر البقاء في منصبه إلى حين اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين الحاكم. يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن. اليوم قمت بتعيين حكومة قائمة بالأعمال وسأواصل عملي لحين انتخاب زعيم جديد.
جونسون الذي كان محاطا بزوجته وحلفائه من الوزراء عند توجيه خطابه اختار الخروج المشرف بدلا من إطاحته من متمردي حزبه. جونسون عدد ما قال إنها الإنجازات التي حققها، من بينها البريكزيت وقيادته للغرب في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لا أعتقد أن شيئا يمكن أن يوحد صفوف المحافظين، فالحزب الحاكم بات ممزقا وحكومة المحافظين لا تستطيع العمل في ظل أزمة معيشية خانقة. لقد قرر الحزب أن جونسون لا يصلح كرئيس للوزراء، لكن لا يمكن القبول ببقائه لعدة أشهر مقبلة في منصبه. استقالة رئيس الحكومة البريطانية أطلقت سفارة السباق نحو داونينغ ستريت، حيث يعد وزراء ولا سيما وزير الدفاع بن واليس الأوفر حظا لزعامة حزب المحافظين، إضافة إلى ريشي سوناك وبيني موردنت وساجا جافيد ووزيرة الخارجية ليز تراس. انتهت حقبة بوريس جونسون السياسية، لكن لم تنتهي الأزمات الاقتصادية والسياسية، فرئيس الوزراء المقبل سيواجه تحديات جمة تتعلق بتفاقم التضخم وتداعيات بريكزيت. موسى سرور، لندن، الميادين. بعد استقالة جونسون، كيف يجري اختيار خليفته في زعامة حزب المحافظين؟ ومن هم أبرز المرشحين لتولي زعامة هذا الحزب البريطاني التاريخي؟ ملك خالد والتفاصيل. أهلا بكم. اختيار خليفة لبوريس جونسون يفرض ترشح اثنين من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين، وفي حال كان المتقدمون كثرا يجري النواب المحافظون جولات تصويت لحصر المنافسة بمرشحين اثنين. الحائز على عدد الأصوات الأكبر يتولى مهام رئيس الوزراء، وهو يحق له الدعوة لانتخابات مبكرة، ولكن ليس ملزما بذلك. عادة يجري التصويت أيام الثلاثاء والخميس، ولكن قد يكون التصويت أسرع هذه المرة لأن عطلة البرلمان الصيفية تبدأ في 21 من هذا الشهر الجاري. وجوه عديدة تتنافس على زعامة حزب المحافظين، أبرزها ريشي سوناك، وهو أول وزير مال من أصول هندية تراجعت شعبيته في ظل موجة التضخم الحالية. هناك وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بيني موردونت، والتي كانت أول سيدة تتولى وزارة الدفاع في بريطانيا، كان لها دور مهم في البريكزيت ما رفع شعبيتها بين المحافظين. حظوظ وزير المال الجديد ناظم الزهاوي ذي الأصول العراقية عالية، ولا سيما بعد نجاح حملة تلقيح ضد كورونا والتي أشرف عليها وهو هجر إلى بريطانيا في سبعينيات القرن الماضي. من الأسماء البارزة أيضا ساجد جويد وزير الصحة الذي استقال الثلاثاء. جويد من أصول باكستانية وهو كان مصرفي بارز قبل أن يدخل معترك السياسة، صوت ضد البريكزيت لكنه غير موقفه لاحقا. وزير الدفاع بن واليس شعبيته كبيرة برغم نفيه الدائم اهتمامه بقيادة حزب المحافظين. وهناك أيضا جيرمي هانت وهو وزير الخارجية والصحة السابق الذي خسر أمام جونسون في انتخابات عام 2019. امرأة أخرى هي وزيرة الخارجية ليز تراس التي تحظى بشعبية كبيرة في صفوف المحافظين، هي مرشحة أيضا، إضافة إلى الوجه الأبرز توم تو غاندهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، وهو جندي سابق خدم في العراق وأفغانستان. هو كان أول من أعلن أنه ينوي الترشح لخلافة جونسون في زعامة حزب المحافظين. التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس في مقر رئاسة بيرام الله في الضفة الغربية المحتلة. عباس وخلال اللقاء أكد على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة. من جانبه أعلن مكتب غانتس أن الطرفين اتفقا على تعزيز التنسيق الأمني ومنع أي خطوة من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة خلال زيارة الرئيس الأمريكي. أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب لبرنامج حتى القدس عبر الميادين، أكد جاهزية فتح لاستئناف الحوار مع حماس. إحنا جاهزين لاستئناف العملية البناء على وحدة مفهوم له علاقة بالبرنامج السياسي. إخواننا في حماس بدل ما يودوا رسائل للأمريكان ولغير الأمريكان من خلال أطراف عربية أو غير عربية، يتفضلوا خلينا نقدمها كلنا مع بعض، إلها علاقة بمشروع الدولة، وعندي كل الأسماء. هلأ إحنا بدنا نتطلع لقدام، إخواننا في حماس بدهم يقولوا هل هم جزء من حركة الإخوان المسلمين
في فلسطين ولا هم جزء من الحركة التحرر الوطني الفلسطيني ببعد إسلامي؟ هذا المفهوم الثاني هو المقبول علينا، وأعتقد أنه في هناك خط وطني في هاي الحركة اللي هي حركة حماس اللي يفترض أنه يحسم هذا الموضوع. وأكد رجوب أن لدى حركة فتح ضمانات بأن السعودية لن تذهب إلى التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية. إحنا ما زلنا، وأنا بقول نحن هون في كل القوى الوطنية الفلسطينية، ما زلنا نراهن على الموقف السعودي أن يكون رافضا لأي تطبيع أو أي دمج لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط قبل ما تحل القضية الفلسطينية. إحنا لدينا وعودات من بعض الأطراف العربية اللي راح تشارك في هذا المؤتمر بأنه لن يكون على حساب القضية الفلسطينية، ولن يكون لصالح تكريس الاحتلال وبناء جبهة ولا نظام مش عارف نيتو ميتو، أنا يعني الحديث اللي في الإعلام. إحنا من خلال القنوات اللي إحنا عندنا ضمانات أن السعودية لن تسمح بالذهاب إلى التطبيع قبل أن تحل المشكلة الفلسطينية. وشدد رجوب على أن إيران وتركيا ليستا عدوتين لهم، وتمنى على حماس أن تدرك أهمية الوحدة في ظل الانكفاء العربي والتطبيع وحرف البوصلة، وأكد حدوث اتصالات مع فتح تطالبها بعدم التشويش على زيارة بايدن للمنطقة. إحنا يا أخي مش عدونا لا إيران ولا عدونا تركيا ولا عدونا حدا، إحنا كعرب وإحنا كمنطقة وإحنا كمسلمين أولوياتنا لازم تكون هون مش هناك. ومع كل ذلك هذا بيحصل. بايدن احنا يعني طبعا في هناك اتصالات معنا من وزير الخارجية ومن بعض الأطراف الإقليمية انه بدهم مش نشوش على زيارة، مش راح نشوش على زيارة، بس كمان دي افتر زيارة بالتأكيد احنا في عندنا قرارات المجلس المركزي السابقة والمجلس الوطني ايضا واللي هي يفترض ان توضع على طاولة القيادة الفلسطينية. رائد ريان وخليل العواودة يواصلان إضرابهما عن الطعام ضد اعتقالهما إداريا وسط تجاهل إسرائيلي لقضيتهما وفي ظل غياب الدعم المحلي والخارجي لهما. نسرين سلمي. تسألني بلهفة وخوف كيف تكون حال الأسير بعد 92 يوما من إضرابه عن الطعام، وتقول بصوت هامس لابد أنه أصبح يشبه الهيكل العظمي. هذه هي حال أم الأسير رائد ريان من بلدة بيت دقة شمال غرب القدس. الاحتلال حرمها من زيارته كعقاب له لإضرابه، فباتت تنتظر أخباره من خلال مؤسسات شؤون الأسرى وتقارير وسائل الإعلام. والله ورائد تعبان، عنده مشاكل، أول شيء تشوش في الرؤية، عنده ألم في العضلات والمفاصل، وعنده تشنجات في اليدين والرجلين مع وخزات. رائد أضرب احتجاجا على اعتقاله إداريا ومدد له اعتقاله وهو مضرب عن الطعام، ولا يزال مكبل اليدين والقدمين في مشفى سجن الرملة ويعاني من وضع صحي خطير. الحكم الإداري هذا لعب أعصاب، بعطوه 6 شهور وبجددوا 6 شهور، قبل ابني ما يخلص 6 شهور بعطوه كمان 6 شهور وبيضلوا يجددوا، ممكن بعد 6 شهور كمان 6، يعني ما بتوقف إنه أعطوه 6 وهي الاعتقال هذا 6. في ناس بأخذ 3 سنين إدارة، 6 شهور 6 شهور 6 شهور للآخر، يعني هذا كأن حكم سراب. رائد بجوعه يسعى للانتصار على السجان، حاله كحال خليل العواودة ومئات الأسرى الذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية، لكن الانتصار بحاجة إلى دعم رسمي وشعبي أكبر ليتحقق. إدارة مصلحة سجون الاحتلال قررت هذه المرة إهمال وضع الأسرى المضربين وتركهم يعانون، فيما لم تفي بوعودها للأسير خليل عواودة الذي عاد إلى الإضراب مجددا بعد تراجع الاحتلال عن وعوده له بعدم تجديد اعتقاله الإداري، علما أنه سبق أن أضرب 111 يوما تدهورت خلالها أحواله الصحية بشكل كبير. هو في أوضاع صحية صعبة، ومع كل ذلك هو متواصل في هذا الإضراب ولديه قدرة عالية من الصمود على الاستمرار
في إضرابه المفتوح عن الطعام ويطالب كل أبناء الشعب الفلسطيني ومعه الأسير رائد ريان في يومه 90 في هذا الإضراب ضد الاعتقال الإداري أن يكون هناك إسناد فعلي وشعبي وجماهيري حقيقي مع الأسرى المضربين. وتعتقل إسرائيل أكثر من 640 معتقلا إداريا بحجة الملف السري. نسر سلمي من بلدة بيت دقة شمال غرب القدس، الميادين. أحيت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ذكرى السنوية الأولى لرحيل أمينها العام القائد أحمد جبريل خلال مهرجان أقيم في بلدة مارون الراس في جنوب لبنان، أزيح خلاله الستار عن نصب تذكاري للراحل. جمال الغربي. يعني لن تحسم المعركة بيننا وبين هذا العدو الإسرائيلي إلا من خلال المعركة والقتال. أحمد جبريل أيقونة الكفاح المسلح الفلسطيني لم يوفر طريقا يوصله إلى أرض الميلاد إلا وزرعها صواريخ وفدائيين. بعد عام على رحيله وجب تكريمه في الأرض التي ألفت وطأ قدميه مقاتلا متجاوزا كل الحدود الوهمية التي كانت تحول دونه ودون الديار. كان يعز كل هذه النقاط والمواقع والأراضي في جنوب لبنان، هو كان له أسبقية في القتال والنظام من هذه الأرض منذ مطلع السبعينيات بالمناسبة، ولم يكن هناك موقع شبر من هذه المواقع كلها من رأس الناقورة إلى العقبة إلا وكان أبو جهاد موجود فيه. هنا في بلدة مارون الراس وفي حديقة إيران يستحوذ النصب التذكاري للرجل الذي برع في أسر جنود صهاينة بعدا معنويا واستراتيجيا في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. يحضر طيفه عند كل فعل يدل على مواصلة درب المقاومة. أحمد جبريل كان ثابتا على الموقف في زمن قل فيه الرجال والثابتون على المواقف، وفي زمن تكالب فيه العدو علينا وضعف الكثير من إخواننا العرب. في سيرة ذاك القائد الكثير من الملاحم البطولية، ظل وفيا لسوريا رغم كل الأزمات، لم يساوم على قضيته يوما، بقي على العهد طوال 83 عاما في انتمائه لفلسفة القتال لأجل فلسطين. نصبه اليوم سيبقى هنا محدقا نحو حبيبة القلب فلسطين، يرنو إليها عند كل غروب بانتظار فجر العروج والعودة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من خبر القائد أحمد جبريل، لطالما كانت بينه وبين الشهادة خطوة أو غارة أو كمين، لكنه بقي محافظا على عهد المقاومة حتى الرمق الأخير. جمال الغربي، مارون الراس، جنوب لبنان، الميادين. فاصل قصير ونواصل بعده نشرتنا. أهلا بكم من جديد. أكد وزير الخارجية السورية فيصل المقداد أنه خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون شعر بحرص الجزائر الشديد على أن تكون سوريا في كل مؤسسات العمل العربي المشترك. شعرنا بحرارة الشعب الجزائري تجاه معاناة أشقائه في الجمهورية العربية السورية، وحرص الجزائر على سوريا كمؤسس للتضامن العربي ومؤسس لمؤسسات العمل المشترك العربي، وعلى إصرار الجزائر على التعامل مع هذه القضية بكل مسؤولية، بما في ذلك أن تشارك الجمهورية العربية السورية في كل العمل العربي المشترك. والشيء غير الطبيعي هو أن تكون سوريا خارج هذه الأطر. في الحقيقة نحن لم نشعر إطلاقا بأننا خارج هذا الأطر، ونحن وسط وفي ضمير وفي قلب وفي حضن كل الأمة العربية. المقداد قال أن سوريا بصدد بدء مرحلة جديدة في العمل العربي المشترك، وأكد إجراءه مشاورات مع عدد من المسؤولين الجزائريين على مختلف المستويات لمناقشة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. نحن نطوي صفحة الماضي ونحن نسعى إلى خلق واقع عربي جديد. لاحظوا أنه لا توجد دولة عربية تتحدث مع جارتها العربية، لا توجد علاقات طيبة بين أي دولة عربية ودولة عربية أخرى. نحن لا نسعى إلى أشياء
قد نصفها بأنها هي غير هامة، لكن نسعى إلى وحدة دولنا العربية، إلى توحيد مواقف دولنا العربية في الحد الأدنى من خلال مشاورات بين قادة هذه الدول لتصفية هذه الخلافات أو الحد من تأثيرها على علاقاتنا الثنائية، بما يعيد القلق لدور أمتنا العربية في الحاضر وفي المستقبل. إلى تونس، حيث دعت حركة النهضة إلى مقاطعة الاستفتاء في مشروع الدستور الجديد المرتقب الشهر الحالي، ورأت أن الوثيقة التي عرضت جاءت بصياغة فردية على المقاصي بحسب تعبيرها. وندعو إلى مقاطعته، لأن ما يمكن التصويت عليه في هذا الاستفتاء ليس في صالح التونسيين والتونسيات، ونحن رينا في المدة الأخيرة كل وأغلب مواقف الطيف السياسي والاجتماعي وحتى النخب وكذلك مكونات المجتمع المدني جاءت رافضة لهذه الوثيقة ولفكرة هذا الدستور. بدورها، أكدت مديرة المكتب القانوني للنهضة زينب الإبراهيمي وجود محاولة لتوريط الغنوشي في قضية جمعية نماء لتشويه صورة رئيس الحركة من أجل خدمة أهداف سياسية معلومة بحسب تعبيرها. الانقلاب غير مهتم بكل هذه الإجراءات، هو غايته الوحيدة لا هي الخطية ولا هي إسقاط العضوية، لأن البرلمان تحل. الهدف هو منع من الترشح لخمس سنوات الأستاذ راشد الغنوشي. لا عنده تحويلات مالية ولا معاملات بنكية ولا إدارية مع المؤسسة اللي ذكرتها. ورفضا للاستفتاء على الدستور، شهد محيط مقر الهيئة الانتخابية في تونس تظاهرات واحتجاجات، وقد منعت الشرطة المتظاهرين من الوصول إلى مكاتب اللجنة، وسيطرح الدستور للاستفتاء في 25 من الشهر الجاري. وفي لبنان، عاد الشارع ليشهد تحركات وتظاهرات رافضة لقرارات تضيف أعباء جديدة على كاهل المواطن في ظل أزمة اقتصادية خانقة. حسان الرفاعي والتفاصيل. لعل أصدق ترجمة للأزمة اللبنانية هي الشارع الذي شهد خلال الأيام الماضية عدة تحركات اتسمت بعودة العنف وعدم الاكتفاء برفع الصوت من بوابة الاتصالات ورفع التعرفة، ومن أمام مبنى شركة الاتصالات الخلوية وقعت مواجهات محدودة بين قوى الأمن والمتظاهرين الذين اختاروا التظاهر سبيلاً لإيصال صوتهم. بدوره، عاد مصرف لبنان إلى واجهة التحركات مع تجمع مجموعات أمام بوابته وقطع الطريق بالإطارات المشتعلة على خلفية انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية واختفاء الودائع، مطالبين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالمثول أمام القضاء الذي استدعاه مرات عديدة. حتى المياه لم تسلم من التداعيات، فانقطاعها دفع أبناء العاصمة للخروج إلى الشوارع وقطعها على أحدا يلتفت إلى هذه القضية. لكن قطع الطرق والمواجهات ليست وحدها التي تعكس حقيقة ارتفاع حدة الأزمة، فطوابير الخبز وانتظار المواطنين لساعات أمام الأفران تؤشر إلى أن الأزمة إلى مزيد من التصعيد، ولا سيما أنها باتت تطال أيضا لقمة العيش. ووسط كل هذا، أعلنت الشركة المشغلة لمعملي إنتاج الكهرباء توقفها عن العمل بعد تمنع مصرف لبنان عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء بدفع مستحقاتها، ليعود المصرف ويرضخ بعد إعلان توقيت انقطاع التيار الكهربائي نهائيا ودخول لبنان في العتمة الشاملة، عتمة تنسحب اليوم على ملف تأليف آخر حكومات عهد الرئيس ميشيل عون، إذ إن الأمور تقف عند ملاحظات رئيس الجمهورية على مسودة حكومية قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي استطلع آراء مرجعيات عديدة ولم يطلب موعدا لمقابلة الرئيس بطرح جديد حتى الآن. وبين الأزمة الاقتصادية وتوأمها السياسي، ليس أمام المواطن اللبناني سوى انتظار الفرج. حسان الرفاعي، بيروت، الميادين. دعا الرئيس البرازيلي السابق لويز إنسايو لولا دي سيلفا إلى الوحدة لقلب الفاشية في البرازيل. دي سيلفا الذي يتطلع إلى الفوز بمنصب الرئاسة مجددا، تعهد خلال احتفال انتخابي حاشد أمام أنصاره إعادة بناء البرازيل. تحالفنا هو لقلب الفاشية والتغلب على هذا الشيء الذي لا يفهمه الشعب البرازيلي.
نحن بحاجة إلى جعل البلاد أكثر إنسانية مرة أخرى. يجب أن تتذوق البلاد طعم الكتب لا الأسلحة. يجب أن يكون هذا البلد واحة للحب لا الكراهية. هذا البلد يريد العمل وهذا ما سنفعله. قضت محكمة أمريكية بسجن ديريك شوفن ضابط شرطة مينيابوليس السابق الذي دين بقتل جورج فلويد و 21 عاما بتهمة فيدرالية، والذي أو شوفن الذي أقر بذنبه بانتهاك الحقوق المدنية لفلويد المواطن الأمريكي من أصل أفريقي. من جهته طالب شقيق المتوفي فيلونيس فلويد بإنزال أقصى عقوبة بحق شوفن، قائلا إنه لم يغمض أو يغمض له جفن منذ حدوث المأساة. وإلى المملكة العربية السعودية، حيث عشرات آلاف الحجاج بدأوا بأداء ركن الحج الأعظم. إذن بابتهالات لبيك اللهم لبيك، توجه حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفة في بداية مناسك الحج، ووسط إجراءات أمنية مشددة وقيود صحية بسبب جائحة كورونا، بدأ حجاج بيت الله الحرام تأدية ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة، حيث يقضون النهار في الصلاة والدعاء قبل الإفاضة إلى المزدلفة مع بداية ساعات الليل. يوم التاسع اللي هو الوقوف بصعيد عرفة، وانا الان موجود خارج حدود عرفة في اتجاه مسجد نمرة، وشعوري الحق شعور فياض، شعور غريب، شعور اجواء روحانية فياضة، اجواء روحانية ممتازة للغاية. نحمد الله ان ربنا ودنا المكان ده، ان احنا جينا بقالنا كم سنة نكتب وربنا رضانا من وسع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا رضانا من وسع. وإلى حج القلوب والروح، يفرض ركن الإسلام الخامس تكريس التآلف والاتحاد بين أبناء الأمة. هذا التقرير لمهدي ديراني. هي قبلة واحدة يتوجه نحوها المسلمون في صلاتهم من مشارق الأرض ومغاربها، قبلة يجتمع عندها هؤلاء الملايين ليؤدوا شعائر مناسك الحج. هي الوحدة تتجلى هاهنا عند البيت العتيق، في مناسكها تتجلى، وفي مفهوم العبودية للخالق تتجلى. هنا تزول كل الفوارق بين البشر من بني آدم، من شتى بقاع الأرض يتوافدون، تختلف ألوانهم وقومياتهم، عاداتهم ولغاتهم، لكن ألسنتهم هنا تلهج بالدعاء لخالق واحد. هنا وحول الكعبة تتجلى الوحدة في أبهى صورها، وحدة تتحقق في الواقع عملا. يجتمع الحجيج حول محور واحد ويطوفون في اتجاه واحد سواسية. مكة المقدسة يسعى إليها المسلمون بكل ما في أعماقهم من شوق ومحبة عاما بعد عام. يعود الحجيج إلى مكة هذا العام وقلوبهم عطشة للقاء الرحمن، بعدما حرمهم وباء كورونا الحج إلى بيت الله على مدى عامين. يعود المسلمون إلى بيت الله الحرام ليلتقوا مجددا، وينبذ التفرقة وكل من يريد أن يرمي الخلاف فيما بينهم، يتوحدون لرفع صوت الوحدة والاتحاد. هو التآلف والاتحاد ما تسعى فريضة الحج إلى تكريسه بين أبناء الأمة، فضلا عن بناء فرد مؤمن ذي خلفية ملتزمة ناضجة وحكيمة.
كيف يستقبل سكان غزة عيد الأضحى هذا العام وسط ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة؟ كاميرا الميادين زارت أحد مخيمات اللاجئين ورصدت الأجواء هناك. عبد الكريم عودة. له بهجة العيد واقفة عنا الحياة، احنا معتمدين على الشؤون، الشؤون متأخر علينا وما سلموناش اياه لهم سنة وثلاث شهور. عندي 10 تنفار، طب هدول بدهم كسوة، عندي 5 تنفار أطفال بدهم أواعي عيد، بدهم يفرحوا فرحة العيد. أنا امبارح البنت بتقول لي ماما بدي أشتري أواعي للعيد، بس فيش يعني مادة عشان أنا أفرح أولادي أكسيهم، أجيب لهم طلباتهم احتياجاتهم للعيد. قطاع غزة به نسبة البطالة تصل إلى 47% والفقر والفقر المدقع يصل إلى حوالي 53%. 70% من سكان قطاع غزة يعتمدوا على المساعدات، منهم 83,000 أسرة يتلقوا مساعدات من الشؤون الاجتماعية والباقي طبعا من الأونور ومؤسسات دولية. 83,000 أسرة يعيلوا ما يقارب 500,000 نسمة، يعني لهم أكثر من عام ونصف لم يتلقوا مساعدات اجتماعية من الوزارة، وهذا يعني زاد من معاناتهم. وبالتالي أتى عيد الأضحى المبارك وكثير من الأسر في قطاع غزة لا تستطيع أن تلبي حاجاتها الأساسية. قرية الناصرة في فلسطين سياحة وتجسيد لتعاليم الإنجيل وعودة بالزمن 2000 عام. نافذة على الناصرة لهناء محمد. عبر بوابة الزمن نعود حوالي 2000 عام إلى الماضي، إلى القرن الأول الميلادي في قرية الناصرة. بالاعتماد على دراسات علمية يقول القيمون إنها أنشئت لتعكس تعاليم الكتاب المقدس. المسيح اللي عاش في الناصرة قبل 2000 سنة جال بشوارعها بأزقتها، التقى مع ناسها، حكى مع الناس الموجودة هنا، علم تعاليم الكتاب المقدس. كانت في فكرة نبني القرية كيف كانت الناصرة على زمن المسيح، ولقينا فيها مزرعة قديمة من فترة المسيح. يجسد هذا الموقع بشكل كبير وجميل جدا الحياة في القرن الأول الميلادي من حيث طريقة البناء، أيضا المهن القديمة التي كانت في ذلك الزمن القديم. وهنا نزور الآن عاملة النسيج. مرحبا، نحكي معك بالعربي، بتعرفي عربي اليوم؟ أهلين، يا هلا. ايش بتعملوا هون؟ انا حياكي ناخذ من جز الصوف بالاول، وبعدين بناخذه بنغسله بننظفه منيح، هي هذا الصوف بنفتحه عشان يصير نقدر نغزله على هذا المغزل، هذا اسمه مغزل. هاي معصرة احنا بنستعملها لحد اليوم موجودة، احنا بنعصرها بنستعملها في الطريقة القديمة على الحجر، كيف كانوا يعصروا اجدادنا وابائنا من زمان، كيف كانوا يعصروا على زمن المسيح عن طريق الدواب اللي كانت تلف الحجر، حجر البد.
اليوم نحن ننضم إلى هذه المجموعة من السياح الأجانب في تناول وجبة الطعام التقليدية التي كان يأكلها الناس في عهد السيد المسيح، المكونة من حمص زعتر، سلطة ملفوف، وخبز فلسطيني، وكذلك شوربة العدس اللذيذة. هناء محميد، الناصرة، الميادين. إنجاز عربي كبير حققته التونسية أنس جابر استكمالا لمسيرتها الرائعة هذا الموسم في رياضة كرة المضرب، فبعد ارتقائها إلى المركز الثاني في التصنيف الدولي للاعبات التنس المحترفات، أضافت إنجازا نوعيا بتأهلها إلى نهائي بطولة ويمبلدون، وهي إحدى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، فازت في نصف النهائي بمجموعتين لواحدة على صديقتها الألمانية تاتيانا ماريا. ملك خالد والتفاصيل. أنس، اسمها أنس، وهذه الشابة التونسية المحترفة كرة المضرب جالبة الأنس والسرور والسعادة والفخر لشعبها وللعرب وللكثير من محبي رياضتها المفضلة حول العالم. فأنس السمراء ابنة 27 ربيعا لا تنفك تذكر بلادها التي انطلقت منها لتبهر عالم الرياضة. It's always about Tunisia somehow. الأمر دائما ما يتعلق بتونس بطريقة ما، وأريد أن أكبر أكثر وألهم أجيالا أكثر. تونس مرتبطة بالعالم العربي والقارة الأفريقية، وأتمنى أن ألهم اللاعبين من بلدي ومن أفريقيا ومن الدول العربية ليحترفوا هذه الرياضة في المحافل العالمية. موهبتها استثنائية ولافتة منذ مشاركتها في بطولة أستراليا المفتوحة قبل عامين، كان تصنيفها حينها 78 على مستوى العالم، ولكنها أصبحت أول لاعبة عربية تتأهل لربع النهائي في إحدى بطولات الجراند سلام الأربع، وهي منذ ذاك تحصد البطولات بثقة المثابرة المتواضعة التي لا تغادر أي ملعب قبل أن ترضي كل معجبيها، سواء بمنحهم توقيعها أو بأخذ الصور معهم. تلقب أنس بوزيرة السعادة، فإضافة إلى إحرازها ألقابا عالمية وتخطيها أرقاما قياسية لتصبح ثانية التصنيف العالمي في التنس، تتميز بروحها المرحة واستمتاعها بوقتها مع زوجها ومدربها الشخصي كريم كمون والجمهور بين التدريبات والبطولات والمباريات. أريد أن أوجه طلباً لمنسق الأغاني، هل يمكن أن تضع أغنية تونسية في المرة المقبلة كرمة للجمهور التونسي هنا؟ مسيرة أنس جابر الرياضية والإنسانية التي بدأت في المدرسة والمستمرة بثبات وثقة تستحق الاحترام والمتابعة. هي لاعبة من طراز خاص، لديها قدرة تركيز عالية وفنيات مميزة تمتع جمهورها، ما دفع شركة لوتو الراعية لها إلى تكريمها بطباعة جملة يلا حبيبي التي ترددها باستمرار على تيشيرت رياضية خاصة بالشركة، وهي باعت مضربها الخاص لتمويل شراء معدات طبية لبلدها حين كاد القطاع الصحي ينهار أمام انتشار فيروس كورونا. أنس جابر امرأة عربية بأحلام كبيرة، حتى السماء قد لا تكون حدا لها. والآن إلى العنوان. بعد إطلاق النار عليه، حالة رئيس الوزراء الياباني السابق توصف بالخطيرة، وواشنطن تبدي قلقها العميق من جراء الحادثة. في اجتماعات مجموعة العشرين في بالي، لافروف يتهم الغرب بشن حملة مسعورة ضد بلاده، ويؤكد أن موسكو لن تسعى خلف واشنطن لإجراء محادثات. بعد استقالة جونسون من قيادة المحافظين، بدء عملية الترشيح للفوز بالمنصب، وواشنطن تؤكد مواصلة التعاون مع لندن. احنا يا اخي مش عدونا لا ايران ولا عدونا تركيا ولا عدونا حدا،
أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب للميادين إيران وتركيا ليستا عدوتين، ولدينا ضمانات بعدم ذهاب السعودية إلى التطبيع. وعباس يلتقي جنس في رام الله. إلى صعيد عرفة، حجاج بيت الله الحرام يؤدون ركن الحج الأعظم. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء.